اشوفهم يا شباب هسه لازم نبقى نراقبهم. لا 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 خلاه 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 يا ورع. لا 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 الله. اوكي السلام عليكم، شوكو شباب، ان شاء الله بخير وياكم رحمي. هلو شباب، مقطع جديد من ماينكرافت، واليوم شوفوا يا شباب شنو موجود ورايا تي ان تي. طبعا في الفتره الاخيره يا شباب بدنا نسوي تجارب غريبه بالتي ان تي، وسيدكم قلت لكم اذا تحبون نكمل بهذا الشيء واغلبكم عجب الموضوع. فاليوم يا شباب جايبين بتجربه ثانيه غريبه اسطوريه. طبعا التجربه شويه مشابهه للتجربه الاولى، لكن هالمره مو احنا اللي راح نفجر تي ان تي، هالمره راح نخلي وحش من ماينكرافت نفسه هو اللي يفجره. هسه راح تعرفون شنو قصدي. فكالعاده يا شباب احنا ما نخلي اكثر من لاير واحد تي ان تي، لان اذا راح نخلي اكثر من لاير ماينكرافت راح تكرش وما راح نقدر نشوف التجربه. فاليوم يا شباب انا جايب كوماند، الكوماند هذا راح تلقوه بالديسكربشن، اللي حاب يجرب هذه التجربه بنفسه. فتعرفون شلون تسوون العالم، اتوقع اخر مره علمتكم، واذا ما تعرفون رجعوا على المقطع القديم، المقطع قبل اسبوعين ناشره وراح تتعلمون. المهم يا شباب اليوم هذا الكوماند راح يخلي شو اسمه، راح يخلي اندرمان شايل بلوك ريدستون. تشوفون يا شباب هذا الاندرمان شايل بلوك ريدستون، ولما راح يخلي الريدستون بالارض ما يحتاج اقول لكم شنو راح يصير. فنفس ما تعرفون يا شباب ريدستون يفعل التي ان تي، وهسه احنا لازم نبقى ننتظر نشوف هذا الورع هل راح يخليها لو لا. صراحه انا ما متاكد اذا راح يخليها لو لا، فهسه يا شباب دا اجرب انا وياكم، صراحه متحمس اشوف شنو راح يصير بهذا العالم. طبعا هذا العالم يا شباب هو فلات، لكن المفروض اكو قرى قريبه، راح اروح بعيد عن هذا، ما اريد هسه يتفجر. اريد يا شباب نكون قريبين على قريه حتى يصير انفجارات بالقريه. همات المفروض ان اكو قريه، مفروض ايه هذه قريه. اوكي لقينا قريه من حسن الحظ. خلينا يا شباب نجي نتقرب، وراح ارسبن 5 اندرمان مو اكثر، لان اذا راح ارسبن اكثر من هيك راح يكون الانفجار كل السريع، واحنا ما نريد يفوتنا الانفجار. اوكي هذول خمسة عدد. اشوفهم يا شباب هسه لازم نبقى نراقبهم. لا 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 خلاه 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 يا ورع. لا 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 الله. هاي صار ما توقعت بهالسرعه راح يخلون التي ان تي هذا، ما توقعت راح يفجرون كل هذا التي ان تي بهالسرعة. واو واو الله 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 الله. التي ان تي ده يدفعني، تشوفوني يا شباب انا بيتم التي ان تي يدفعني. واو خليني نتقرب يا شباب شوية على التي ان تي. طبعا التي ان تي يا شباب راح يقوم يعلق شوية، لانه كمية انفجارات هائلة تصير حاليا بالوقت نفسه. فالتي ان تي هسه هو تشوفون تواقف بهاي المنطقة، بس هو بالحقيقة مفجور، يعني تشوفون ينفجر بسرعة. فخلي يا شباب شوية نروح بعيد ونتفرج من بعيد، لأن الصوت كلش عالي، شوف القرية كلها معك. طبعا يا شباب هاي التجارب مو ضروري كلها تكون طويلة، بعض التجارب تجارب صغيرة مثل هذه صراحة أنا استمتع من أسويها وياكم. فبس يا شباب هنا نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، تعرفون انتم الباقي شنو راح يصير بالعالم. فأتمنى يا شباب عجبتكم هاي التجربة، وكتبوا لنا شنو التجارب تردون اسويها اني بالمستقبل. وبس والله اشوفكم في فيديو جديد، باي باي. Broken.